طيب خلونا نرجع هنا للاكزامبل بتاع ازاي نعمل داونلود لدرايفر او تعريف من على الانترنت. فقلت لكم لازم تبقوا عارفين موديل الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوا تنزلوا الدرايفر ساعتها. فقلنا على سبيل المثال مثلا لو عندنا ماذر بورد جيجا بايت مثلا جي 41، فدخلنا على الويب سايت وهنا بيقول لي نوع الاوبريتنج سيستم بتاعك ايه، فممكن ندوس كده ونقول له مثلا الاوبريتنج سيستم بتاعنا ويندوز 7 32 بت، وبندوس كليك كده. فزي ما انتم شايفين كده جاب لي الدرايفر زي ما بيقول لي دوت تعريف الاوديو او تعريف الصوت، بيقول لي ده السايز بتاع الدرايفر او اللي هو التعريف دوت. ومن هنا بعمل داونلود. فمثلا هنا لو دوست على اي لينك من اللينكات ديت مثلا اللي هو اسيا او تشاينا او امريكا او يوروب، فمثلا لو جينا هنا على اللي هي امريكا ديت ودوسنا كليك كده، فزي ما انتم شايفين تحت هنا كده بدأ يعمل لي داونلود للدرايفر بتاع الاوديو او اللي هو نوعه في اي اي اوديو درايفر، ودوت الفيرجن بتاعه وده السايز بتاعه وده الديت بتاع الدرايفر دوت قديم من 2012 25/10/2012. انا هكنسل الدرايفر دوت، مش محتاجين الدرايفر ده حاجه، انا بوريكم بس ازاي نعمل داونلود لدرايفر. فانا هقول له كنسل هنا. ولو نزلنا تحت هنا مثلا ده تعريف حاجه اسمها التشيبسيت موجوده عندنا على المذر بورد، لو دوست كليك كده فهلاقيه هنا بيقول لي التشيبسيت اللي هو الانتل ودوت برضو الفيرجن بتاعه والسايز، السايز بتاعه 1.19 من 100 ميجا بايت، وده الديت بتاع التعريف دوت او تاريخ التعريف. ونفس الفكره هنا لو دوست على اي لينك من اللينكات ديت هيجيب لي هيعمل داونلود للدرايفر. في تعريف في اللان او اللي هو اللوكال اريا نتورك او تعريف كارت النتورك او كارت الشبكه، هنا ده اسم الموديل بتاع كارت اللان هنا. ونفس الفكره الفيرجن السايز الديت، ولو دوست كليك على اي لينك من اللينكات ديت هيعمل لي داونلود للدرايفر. الفي جي اي دوت او اللي هو الاختصار لفيديو جرافيك اري اللي هو كارت الشاشه نوع انتل، وده الفيرجن بتاعه وده السايز بتاعه وده الديت بتاعه. وهنا بيقول لي داونلود، لو دوست كليك على اي لينك من اللينكات ديت فهيعمل لي داونلود للدرايفر او التعريف بتاعي. في برضه هنا حاجه اسمها البايوس، تمام هنتكلم بعد كده عن البايوس. البايوس ده كنت قلت لكم اللي هو من خلاله تقدر تتحكم في الهاردوير اللي موجود عندك على الجهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب. ومن ضمن الحاجات اللي كنا بنعملها في البايوس ان انت مثلا كنت بتخلي الكمبيوتر بتاعك ممكن يعمل بوت، لو انت عايز تنزل مثلا الويندوز تخليه يباوت من الفلاشه لو الويندوز على الفلاشه، او تخليه يباوت من السي دي او الدي في دي لو نسخه الويندوز بتاعتك موجوده على سي دي او دي في دي. وكمان من خلال البايوس دوت ممكن تعمل ديسيبل او انيبل لبعض الهاردوير الموجود عندك على الكمبيوتر بتاعك. ممكن بعد كده نتكلم على البايوس بشكل يعني بتفصيل اكتر، لكن هنا على الويب سايت هنا بيقول لك البايوس دوت مثلا لو انت عايز تعمل له تحديث، فمثلا هنا في هنا بيقول لك فيرجن اللي هو الاف 1 دوت بتاريخ 21/5/2010، الفيرجن الاحدث منه بتاريخ 8/6/2010 اللي هو اف 2 دوت، في فيرجن اف 3 اللي هو يعتبر يعني اعلى حاجه في البورده ديت ده بتاريخ 9/6/2010. فممكن تنزل تعمل داونلود من اي لينك من اللينكات ديت. لو انت مثلا عندك الساعات انت بتحتاج تعمل حاجه بنسميها ابديت او ابجريد للبايوس بتاعك في الجهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب، فبتعمل داونلود للبايوس من على الويب سايت وبتعمل ابجريد. بس طبعا تحذير يعني ما تحاولوش تعملوا ابجريد لوحدكم دلوقتي لغايه لما نتعلم، لان البايوس دوت لو مثلا حصل اي غلط وانت بتعمل الابجريد دوت ومثلا الكهرباء فصلت ولا حاجه او حصل اي مشكله في الجهاز، فممكن جهاز الكمبيوتر بتاعك ما يقومش تاني ولازم بقى يتعمل له شحن تاني باسلوب مختلف يعني غير اللي هو السوفت وير دوت.